السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم موديل جديد في طاقية نعملها، ممكن نعملها للكبار وممكن نعملها للصغيرين برضو. الأدوات اللي احنا نستخدمها النهاردة أو الخيط اللي احنا مستحب ان احنا نستعمله، ان احنا نستعمل خيط يكون رفيع، وأي خيط تاني ممكن تستعمليه بس يكون الفتلة بتاعته مثلا ايه جانجا او اهي تكون فيها كذا لون عشان يدينا الشكل النهائي للطاقية ده. يعني انت معاكي لون سادة ومعاكي لون تاني يكون لون من الوان الجنجو. اي بقرة خيط شل عندك، اي بقرة فايضة عندك، تقدري ان انت تستخدميها في الموديل ده. تمام. طيب اول حاجة هنعملها هنعمل الشريط اللي هو اللي هو بيبقى البليسيه اللي هو من تحت دوت. طيب ده هنعمله ازاي؟ اهو احنا بنعمل حوالي 17 غرزة او 16 على حسب ما انتي بتحبي. كل ما تحبي البليسيه بيبقى اكبر، كل ما تزودي في البليسيه اللي انتي تحبيه. انا بصراحة بحبه اللي هو بيبقى 17 غرزة قوي كفاية. اهي بعمل ايه بعد كده؟ بنعمل بقية السطر كلها غرز حشو زي ما احنا شايفين كده. في كذا فكرة ممكن تعملي بيها الموديل ده. ممكن تعملي لون سادة وتعملي مثلا الخيوط اللي هي بتبقى فيها وبرة، اللي هي عاملة زي بيبقى فيها كده بومبوم، ممكن تعمليها برضو بيها اي نوع من انواع الخيوط، بس الواحد يكون سادة والتاني يكون في الوان. او بواقي خيوط عندك برضو ممكن تركبيها مش بتبان في الموديل اللي معانا. انا هنا كده خلصت السطر كله غرز حشو. السطر التاني بقى بنعمل ايه؟ احنا بنخش من ظهر نعمل غرزة حشو خلفية. اهي انا الموديل اللي معايا كنت عاملاه بغرزة الحشو الخلفية اللي هي من غير لفة، فطلع بالشكل ده. بصوا اهو طلع بالشكل دوت. وكنت عاملة برضو واحدة اهي بس لون تاني اهو. بصوا هدخلها مع اللون ده. هنفضل نعمل. وفي بقى الموديل اللي انا عاملاه برضو بعمل واحد تاني، بس الموديل بتاعه دوت ان انا كنت عاملة تلات غرز. يعني الطريقة اللي انت تحبي فيها تشتغلي بيها اعمليها، بحيث ان انت تبقي الحاجة المفضلة ليكي اعمليها. احنا هنا بعد ما نخلص البليسيه زي ما احنا شفنا كده هنعمل ايه؟ هنقفل الشغل اهو. هنجيب نحط دي كده على دي وهنقفل الشغل من بتاعي من الجوانب من هنا كده. ندخل الفتلة من هنا كده اهي ونبتدي نطلع الغرز من هنا كده كده اهو. وندخل هنا دي على دي كده اهو. بحيث ان احنا نقفل الشغل بتاعنا من الجوانب. اهو وبعد كده بنقلب الشغل اهو. تمام اهي بتبقى اتقفلت كلها من هنا
وبعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنشتغل من الفتلة اللي احنا طلعناها من هنا كده اهي، بنعمل غرز حشو، بحيث ان احنا اهي بنعمل غرز حشو نقدر ان احنا نشتغل عليها من هنا، نفضل نشتغل هنا غرز حشو كلها داير داير اهي. وبعد كده ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل الغرز اللي هي عندنا في الطاقية دي. انا هشتغل غرز الحشو ونرجع تاني. بعد ما بنعمل غرز الحشو داير داير، بنجيب الخيط اللي احنا هنشتغل بيه. ممكن يكون الخيط دوت خيوط اللي هي اليزا ايفا، اللي هي بتبقى اليزا اللي هي الجنجان، اي نوع، بس يكون نوع سميك كده شوية تخين، يعني يكون الوانه كده تكون تقيلة. تمام. بنعمل ايه احنا النهاردة؟ دلوقتي هنشتغل بالفتلتين. طيب اول سطر هنعمل ايه؟ هنركب الخيط اللي احنا هنشتغل بيه اهو. هناخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهنسحب الخيط التاني بتاعنا من تحت اهو، وهنعمل هنا عمود اهو. اول سطر هنكتفي بال3 سلاسل والعمود بس، بعد بناخد سلسلة. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنسيب غرزة وندخل في الغرزة اللي جنبها ونشتغل 2 عمود ونعمل سلسلة، ونسيب غرزة ونعمل 2 عمود من غير ما ناخد الخيط معايا من تحت، بسيب الخيط ما باخدوش معايا. اهي ادي 1، ادي 2، سلسلة، سيب غرزة ونعمل ادي 1، ونعمل سلسلة. هكمل لحد اخر السطر، وبعد كده هقول لكم هنمشي لحد السطر ده لحد الاخر، وبعد كده هرجع عشان اقول لكم السطر التاني هنشتغله ازاي. انا خلصت لحد اخر السطر. على فكرة انا عاملة عينة صغيرة عشان تخلص بسرعة اهو. اخر السطر دوت اهو هنعمل ايه؟ هنعمل سلسلة وهنخش هنقفل الغرز من عندي من هنا من السطر اللي فيه العمود اللي احنا عاملينه اللي هو فيه ال3 سلاسل، ونقفل بمنزلقة. بصوا كده اهو، ده شكل. بصوا لما بيبقى فيه الخيط بيبقى ملون، بيدي مثلا خيط فاتح وبعد كده بيغير لونه. بعمل ايه بعد كده بقى؟ هخلي الخيط اللي انا اللي هو الملون ده لورا، وهاخد الخيط الابيض اللي انا شغالة بيه. هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة، وهنعمل ايه بقى؟ هناخد لفة، ومن الغرزة اللي انا سايباها من النص من السطر اللي فات هعمل ايه؟ هنزل من هنا كده واخد 1، واعمل غرزة عمود بلفة، هاخد من نفس الفتحة هاخد 2 3، يعني هشتغل 3 غرز في الفتحة اللي انا سايباها في النص. مش هعمل سلاسل ولا حاجة، هدخل بس، مجرد ان انا هدخل بس في النص كده اهي، 1 2 3، زي ما احنا شايفين كده. لما بنعمل الغرز كده بيدينا بعد كده الشكل اللي هو عندي في الطاقية ده. بنعمل اهو، بندخل بناخد لفة وندخل من هنا كده ونخرج اهو، 1 2 3، ترجمة
بنفضل بنعمل السطور بالطريقة دي اهي لحد ما نوصل لنهاية السطر. بصوا كده بتدينا، بصوا الشكل عامل ازاي اهي. لما ادخل دلوقتي على اللون التاني هتبان اكتر اهي، واحد اهي اهي، هتبان هنا اكتر في اللون دوت اهو. وهندخل هنا اهي، بصوا اهي بصوا بانت اكتر هنا في اللون ده. هنشتغل لحد اخر السطر وبعدين هقول لكم السطر اللي وراه هنعمل ايه. احنا اهو كملنا لحد اخر السطر بالغرزة اللي احنا قلنا عليها، اللي هما التلاتة اللي بندخلهم هنا. وصلنا لاخر السطر عندي، بعمل ايه؟ بقفله من هنا كده اهو بمنزلقة اهي. بعمل ايه؟ برجع الخيط اللي هو التاني دوت، وبجيب الخيط اللي انا بشتغل منه اللي هو الخيط التاني، وبرضو ارتفع واربط من هنا كده كويس عشان ما تبقاش واسعة. واحد اتنين تلاتة، بعمل برضو تلات سلاسل وجنبها عمود وسلسلة. بعمل ايه بقى هنا؟ السطر ده بنعمل ايه؟ السطر ده بنسيب اللي هي دي، واحنا عندنا هنا التلات عواميد، بنخش في الاتنين الاخرانيين دول، يعني بنعمل واحد اتنين اهي، وبنعمل سلسلة، بندخل في الغرزتين الاخرانيين بنعمل فيهم اتنين عمود اهو. الغرزتين الاخرانيين بعمل اتنين عمود واعمل سلسلة مقاس ده صغير، لان ممكن نعمل الام تعمل ولابنها الصغير كمان نفس الموديل اهي. نعمل سلسلة ونعمل اتنين عمود ونكرر ده لحد اخر السطر اهو. اهي هنكرر لحد اخر الايه السطر اهو. خلصت لحد اخر السطر، هعمل الاتنين الاخرانيين اهوت، وبعدين اعمل ايه اهو الاثنين الاخرانيين، واعمل سلسلة، وابتدي اخد اقفلها برضو من العمود اللي انا عاملاه اهي، وابتدي بقى اغير الخيط. طيب هنعمل هنا ايه؟ هنا بناخد نعمل سلسلة واحدة بس اهي، ونشد الخيط بتاعنا لتحت كده، وبعدين بنعمل ايه؟ بناخد لفة وبننزل في الفتحة اللي هي موجودة هنا برضو، بنعمل نفس الكلام كده دوت اهو، نفس التلاتة، هم سطرين بس اللي بنكررهم كل مرة اهي. بنفضل نشتغل السطرين دول لحد ما نوصل بالطاقية للمقاس اللي احنا عايزينه والطول اللي احنا عايزينه اهي. كل ما بنشتغل كل ما الالوان بتبان والغرزة بتبان، بصوا اهي. طيب احنا هنفضل نشتغل كده حوالي 2 4 6 8 10، هنيجي من اول السطر العاشر نبتدي ان احنا نقلل في الغرز عشان نقفلها. طيب هنقلل الغرز ازاي؟ بصوا كده، احنا بعد ما بنوصل للمقاس اللي احنا عايزينه بنبتدي نقلل الغرز. هنقلل الغرز ازاي؟ هنقللها من خلال العواميد. بصوا بقى كده، انا عندي السطر ده هشتغله اهو، هقفله من هنا اهو، السطر دوت اهو هشتغله من هنا كده اهي. بعد ما اقفل السطر اهو هقفله بمنزلقة. الطريقة اللي احنا هننقص بيها عشان نوصل لفوق بنعمل ايه؟ برضو بناخد التلات سلاسل بتوعنا اهي، ونسحب الخيط من هنا كده، ونشتغل العمود بقى فين؟ مش هنشتغلهم من هنا كده،
لا هنشتغل واحدة كده والتانية جنبها كده ونعمل سلسلة. احنا كنا بنخش على العمود في السلسلتين من هنا، لا احنا هنغير، هناخد من اخر السلسلة والسلسلة اللي وراها اهي، مش هناخد من هنا خالص، هناخد اخر سلسلة والسلسلة اللي وراها. كل ما بتعملي كده في السطور كل ما بعد كده ما الغرزة بتضيق وبتقل عدد الغرز معاكي في كل مرة. بنفضل نعمل الحركة دي لحد ما بنوصل للمقاس اللي احنا حابينه اهو اهي، مش بنخش هنا خالص، بنخش في السلسلة والغرزة اللي هي اهي. كل ما بنشتغل في السطور كل ما السطور بتبتدي لفوق تضيق. وبرضو ممكن تعملي حركة تانية، ممكن تكملي بقية السطور بس تاخدي من الغرز من هنا يعني اللي انتي حباه، وتفضلي تشتغلي كده لحد ما توصلي بالطاقية للمقاس ده. طيب هنعمل بعد كده ايه؟ بعد كده هنعمل ايه؟ لازم يكون عندنا، عارفين الابرة اللي هي ملهاش سن خالص كده، ما يبقاش ليها سن، بتبقى مدببة كده، بنحط فيها الخيط. طبعا احنا عايزين نركب للطاقية دي البومبوم بتاعها دوت. طبعا بنعمل ايه؟ ان احنا بندخل اهي من تحت الغرز. احنا ممكن نقلبها كده من تحت. بصوا حتى شكلها من ورا، بصوا شكلها ازاي من ورا الطاقية. ممكن على فكرة تتلبس بس هي عشان الخيوط اللي احنا مشبكينها هتبان. بنعمل ايه؟ احنا بنعمل بالخيط اللي هو المدبب ده، بنبتدي ان احنا نقفل الغرز بتاعتنا من فوق كده اهي. ونشد، معلش اتفكت، ضيق الغرزة شوية اهي. ونسحب كده كده اهي، ونفضل كده نضمها كده على بعضها كده جامد اهي اهي. وهنقلبها على الناحية التانية اهي اهي. الإبرة بتاعتي هتبقى من جوه اهي، شايفين كده اهي. وهدخل اللي هنا البونبون كده، بتبقى ليها فتحة كده من هنا، هدخلها من تحت كده اهي اهي، وهركبها من هنا اهي. طبعا اكيد كلنا بنعرف نركب اهي، وندخلها تاني من جوه، ونبتدي طبعا نخيطها خياطة. طبعا انا ايه هخيطها اكتر من كده، انا بس عايزة اوريكم الشكل النهائي بتاع الطاقية، بيبقى شكلها جميل قوي في اللبس، كمان بتبقى حلوة قوي اهي اهي. ممكن تعملوها بكذا لون لو انت عندك بواقي خيوط وحابة ان انت تستغليه في الموديل دوت، بيبقى برضو حلو جدا. تعملي روز مع اللون دوت بيبقى شكلهم حلو قوي، تعملي برضو ابيض مع الازرق بيبقى شكلهم حلو جدا. يا رب يا رب يكون الموديل النهاردة عجبكو، وان شاء الله تقولي لي رأيكو في الكومنتات، ونتقابل ان شاء الله في موديل تاني قريب بإذن الله.